الموضوع انه حاليا والكابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس اداره نادي الزمالك وربنا يوفقه، في كل مناسبه يذكر في حضوره حاجه عن الكابتن محمود الخطيب تلاقي الكلام مش ايجابي، برغم ان الكابتن جمال في وقائع سابقه كان يعترف بوضوح جدا في دور الكابتن محمود الخطيب معه هو شخصيا وفي مساره المهني، انه لولا الكابتن محمود الخطيب الراجل كان هيبطل كوره، هيبطل، هيعتزل صغير. ده كلام الكابتن جمال. زي ما الزميل خالد طلعت تذكر اخطائه، نذكر الكابتن جمال عبد الحميد بمحاسنه مش باخطائه. سنة 77 ضيعنا الدوري العام، وكان اخر 77 78 دوري 77 78 يا عبد الناصر. فاحنا كنا بنلعب البلاستيك، وانا وطاهر الشيخ والخطيب ضيعنا جوال كتير جدا، وتعادلنا مع البلاستيك 0-0 وضاع الدوري. فانا ايه، فانا قلت اعتزل الكوره وانا عندي كام، 19 سنه لسه، كان لسه 77 19 سنه، قلت اعتزل الكوره. وقعدت، كان عندنا كاس مصر، فقعدت 3 4 ايام في البيت ما اروحش. فهديكوتي قال هو جمال فين وما بيجيش ليه؟ فقالوا ما بيجيش عشان زعلان ان هو ضيع جوال في ماتش البلاستيك والدوري ضاع وكده. فلقيت ايه، انا قاعد في البيت بقى وايه حزين جدا، لقيت الشارع زحمه والدنيا متدربكه تحت في انا في عين السيره وفي الدور الرابع، وقدامي حته فاضيه كده وجنينه، لقيت الدنيا زحمه قوي والناس عماله تهيص وتجري والعيال. فبس ببص من الشباك كده لقيت الخطيب جاي بعربيته، وشافوه من اول دخول عين السيره وبيجروا وراه. طبعا الخطيب كان بقى ايه عندليب الكره المصريه طبعا. ودخل وركن تحت البيت وطلع. فانا استغربت الخطيب بنفسه جاي لي لغايه البيت، شوف بقى انا بلعب راس حربه وهو راس حربه، ده مهم جدا الحكايه دي. فدخل امي طبعا رحبت بيه ووالدي وكده، فلا بيقول لي انت فين؟ قلت له انا خلاص بقى بطلت كوره، وانا كنت لسه ما لعبتش 10 ماتشات 9 ماتشات. قال لي انت خايب؟ بطلت كوره ايه يا ابني؟ انت بكره هتضيع وبكره هتجيب وبكره هتكسب دوري وبكره تخسر دوري. يا ابني الكوره فيها كل، انت خلاص بقيت لعيب كوره. بعد اذنك يا حاجه انا هاخد جمال يقعد عندي لغايه ما الكاس يخلص، كاس مصر يخلص. كان فاضل شهر على كاس مصر. طب يا ابني حاضر مش عارف ايه كده. ورحت لما لي هدومي ورحت نزلت معاه في العربيه طبعا ومشيت. الناس اول مره كانت تعرف ان انا بلعب في النادي الاهلي، يبقى الخطيب تخيل بقى لي سنه بلعب ومش عارف واخد بالي. ايوه المهم خدني وداني. تخيل بقى ما بيبقى راس الخطيب راس حربه، عشان كده بيقول له انت اتحاربت. لا 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 راس حربه وجمال عبد الحميد راس حربه، ويجي راس حربه بتاع النادي الاهلي يجي ياخدك عشان كان بيلعب. كان نام عنده في البيت. يبقى ده اخلاقه عامله ازاي؟ طب بالله عليكم، راس حربه صاعد بقوه بيجد زميله في الملعب بيروح له بيقول له تعالى بينصحه تبطل ايه يا حاجه بعد اذنك هيقعد شهر معايا، ويعترف ان شعبيه الخطيب قلبت الشارع. شعبيه الخطيب خلت الناس تعرف ان جمال عبد الحميد بيلعب في النادي الاهلي. شعبيه الخطيب سمحت ان هو ياخده ويقعد معاه، والحاجه تطمئن على ان الراجل ده هيقعد عنده في البيت شهر. ها هو دور النادي الاهلي ودور الخطيب تحديدا ممثلا في الكابتن الخطيب، الذي احيانا كثيره ينسى الكابتن جمال وغير الكابتن جمال حقيقه هذا اللاعب الخلوق، ويسمح بالاساءه اليه بل يؤمنه احيانا على الاساءه اليه. هذا كلام يعني عايزين لو شلنا بقى المسائل الشخصية من الموضوع أو الآنية أو المصالح اللحظية، هو في يتعارض إن أنا أنجح في مكاني مع إن أنا يا سيدي مش مطلوب منك تطلع تشيد بيه، بس ما تسيئش إليه ولا تسمح بالإساءة إليه. يعني ما حدش بيطالب حد إن لازم تسقف للآخرين، لكن كمان مش معقولة تغالط ضميرك أو تسمح أن يتم اغتياب شخص ها وانت تعلم حقيقته وتجاهر بيها. فالحقيقه انا كويس انك الفيديو ده مهم، لانه يعني بعد كده انت قلت محمد عباس كان بيقول ايه وهم عند الخطيب. صحيح. يعني ايه سبب؟ ما هو برضه من ضمن الاسباب اللي كابتن جمال بيقول انا ما يعني سابوني وبيسابوني، لا كان من ضمن الاسباب ان التقرير اللي راح للكابتن جوهر في متابعه علاجه كان واضح ان هو مش مركز في موضوع انه عايز يرجع الملعب.